نفس السؤال للسيد محمد عويص الخبير بالشؤون الأمريكية ضيفي من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الترحيب بك، أنت كيف رأيت هذه المحادثات وهذه الاجتماعات في النقب اليوم؟ لم يكن هناك أي محادثات أو اجتماعات إلا بين الأمريكيين والإسرائيليين. أما الذين حضروا من الدول العربية فهم يعني أحضروا وليس ولم يحضروا، أحضروا لأخذ التعليمات وأخذ الأوامر من الكيان الصهيوني بشهادة الأمريكيين. يعني علينا أن نقول ما لنا وما علينا، عصمة الشعب العربي في الدول المطبعة، لا أقول جميع يعني أبناء الشعب العربي، في الدول المطبعة العصمة انتقلت إلى يد الكيان الصهيوني من أجل بقاء هذه الأنظمة المتعفنة التي حضرت هذا يعني هذا الاجتماع أو هذا التجمع، يجتمعون في جنوب فلسطين بعد أن أعلنت القيادة الصهيونية أنها ستقيم 3 مدن أو 4 مدن لمستوطنين جدد داخل فلسطين التاريخية، وها هم يأتون هنا في زيارة مسيار وزيارة متعة مع الكيان الصهيوني. أنا برأيي لا يوجد هناك أي شيء ليستشيروا العرب فيه، بل هم يملون على العرب وسيورطون ما تبقى من العرب في معارك جانبية لتخدم الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني رافضا لإحياء اتفاق 5+1 مع النظام الإيراني المجرم كذلك. هم رافضون لهذا الموضوع ويريدون المحاربة ليس على أرض الكيان وعلى أراضي فلسطين المحتلة، لكن على أراضي الدول العربية وخاصة الدول الخليجية أو الدويلات الخليجية الصغيرة التي ذهبت. من هي البحرين؟ من هو عبد الله بن زايد؟ عبد الله بن زايد المعلومية أنا أعرف من هنا من واشنطن منذ سنة 1998 له علاقات مع الإسرائيليين، وكان يأتي إلى واشنطن ويجتمع مع الإسرائيليين، هذا ليس بجديد. والبحرين كذلك كان له ممثلون هنا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أنهم يعني لم يجدوا من 1,000,000 بحريني إلا يهودية الأصل، من أجل إرسالها كسفيرة هنا لتكون الجسر بين الكيان الصهيوني و يعني ليس مملكة ولكن دويلة البحرين. أنا برأيي يعني لم نصل القعر بعد، ولكن كل من حضر وكل من يطبع مع الكيان الصهيوني بما فيه منظمة التحرير التي أسميها أنا منظمة التحمير الفلسطينية التي تنسق أمنيا مع الكيان الصهيوني، هؤلاء يتجهون إلى القعر. وما على الشعب العربي، سأنهي هنا، وما على الشعب العربي إلا أن ينتفض على جميع حكام الظلم والظلام الذين يبيعونه في سوق النخاسة الأمريكية الصهيونية. نعم، دعني أتحفظ بالطبع على اللفظ الخاص بمنظمة التحرير. تحفظ ما شئت أخي الكريم. طيب. أنا أقول من القلب، اسمح لي أنا أقول من القلب وأنا أصف عدوي بما أريد. إذا كان وصلت هذه النقطة تماما. لا إذا كان لا يصلح هذا لمحطتكم فأنا مستعد أن أخرج من البرنامج. أنت مرحب بك سيد محمد عويس، أنت تتحدث وتقول ما تشاء، وأنا أتحفظ فقط على بعض الأمور التي يمكن أن تسبب حرجا في ذلك. شكرا جزيلا لك.